عشاق أجمل اللمسات الأخيرة في مجال العقار، وكذلك أجمل التصاميم. محمد الصحراوي يحييكم، وشقق فاس كترحب بكم، جات باش تقدم لكم شقق بمساحة ديال 101 وكذلك 111 في إقامة من إير بلوس كاب. كيتواجد لاسانسور وكذلك مرآب ديال السيارات. كيتواجدوا جوج ديال الشقق في كل طابق، 8 ديال الشقق في الإقامة. كتواجد الشقة بمساحة ديال 101 في الطابق الأول وكذلك في الطابق الثاني عفوا وفي الطابق الرابع، وبالنسبة للمساحة ديال 111 متبقية في الطابق الرابع. الثمن ديال الشقق كثمن أول قابل للتفاوض 101 ب 72 مليون و 111 ب 86 مليون. خليكم في لا فيديو باش تطلعوا على التصميم وكذلك لا فينيسيون. هذا هو المدخل، حنا في الشقة ديال 111، هذا هو المدخل الرئيسي. في المدخل الرئيسي كيتواجد حمام مخصص للضيوف بأجمل الأكسسوارات وبمساحة مريحة. حمام كذلك مزلج في الحيوطة من الأرض حتى للبلافو. كيتواجدوا فيه الأكسسوارات بما فيهم الباسك وكذلك المراية ديالو. قبالة الدخلة كيتواجد الاستقبال بمساحة جميلة وكذلك مربعة، كيعطيك تفريشة أنيقة وبديزاين طاغي عليه السامبل، مجهز بالسبوت وكذلك بالليد. ديزاين مخصص للجلسة البلدية بهذا الديكور الممتاز في القلب ديال الاستقبال. وبالقرب منه كيتواجد السيجور كذلك بديزاين عصري بالليد وكذلك بالسبوت. الجميل في الشقة اللي كنتواجدوا فيها المساحة ديال 111 إطلالة جميلة على شارع ديال 50 متر. كما كتشوفوا الاستقبال مفتوح على بالكون بإطلالة جميلة. الأرضية بالكومباكتو والصباغة بلاتينية والخلفية ديال التلفزيون اللي كتواجد في القلب ديال الاستقبال كتعطي جمالية للاستقبال. الشقق بثلاثة ديال الغرف، الغرفة ديال النوم كيتواجد فيها حمام، جوج ديال الغرف بالبلاكا، الغرفة الأولى بمساحة كبيرة في القلب ديالها حمام والإطلالة ديالها على لاكور. والأرضية بزليج بالديكور ديال الخشب بالانستالاسيون ديال التلفزيون. خزانات جميلة بأربعة ديال البيبان. الجودة ديال الخشب بالنسبة للبلاكارات وكذلك بالنسبة للأبواب جودة رفيعة. الشين بالنسبة للأبواب. حنا في الطبق الرابع بمساحة ديال 111 متر والثمن 86 مليون سنتيم. المطبخ مفتوح جاي ما بين الغرف وبعيد عن الاستقبال. مطابخ عصرية كيتواجدوا فيها الأكسسوارات اللي كتحتاجهم في المطبخ بما فيهم لاهوط وكذلك بوطة كاستري. بالنسبة للإطلالة ديال المطبخ على لاكور، إطلالة كتكون مشمسة في الفترة المسائية. دوبل بلاكار من فوق ديال البوتاجي وكذلك من تحت ديال البوتاجي، ألوان جميلة. بالنسبة للبوتاجي على شكل L بالجرانيت. الانستالاسيون ديال الشوفو وكذلك الانستالاسيون ديال الثلاجة. كيتواجد ليسباس مخصص للثلاجة. بالقرب من المطبخ كتواجد غرفة ثانية مخصصة للجلوس بمساحة كذلك جميلة وبإطلالة أجمل على شارع ديال 50 متر سون فيزافي. الإطلالة كتكون مشمسة في الفترة الصباحية.
الغرفة الرئيسية بتقسيم كذلك عصري كيتواجد في القلب ديالها حمام، حمام بنفس المواصفات ديال الحمام اللي شفتو في الاستقبال، وكذلك مجهز بالاكسسوارات اللي كتحتاجهم في الحمام ديالك. غرفة بمساحة كبيرة وبها الديزاين الرومي في الراس ديال الناموسية، مجهز بالليد بالانستالاسيون ديال لي طابل دونوي، خزانات مقسمة تقسيم عصري وكذلك تغليف، بلاصة ترتيب الملابس والبلاصة كذلك ديال تعليق ديال الملابس، بالانستالاسيون ديال لا تيليفزيون كذلك مفتوحة على بالكون، بالكون بمساحة كبيرة وبإطلالة جميلة على شارع ديال 50 متر. جميع الروديات إلكتريك سواء البالكو وكذلك سواء الشراجم. حنا في إقامة من إير بلوس 4، كيتواجد لاسانسور ومرآب ديال السيارات، المساحات اللي متوفرة كاينة 101 وكذلك 111. الأثمنة كتروح ما بين 72 حتى 86 على حساب الإطلالة ديال الشقة وكذلك المساحة. المتبقي 3 ديال الشقق من أصل ديال 8 ديال الشقق، كاينة شقة في الطبق الثاني بمساحة ديال 101 وكذلك في الطبق الرابع، وفي 111 متبقية في الطبق الرابع. ما تنساوش تتابعوا الصفحة ديالنا على الفيسبوك، غتلقاو أجمل العروض وكذلك أنسب في مجال الشقق على الصفحة ديالنا على الفيسبوك، وكذلك القناة ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. وإلى اللقاء، إلى عرض جديد من عروض شقق فاس.